بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. تتحدث الآيات عما وهبه الله تعالى لسيدنا داود عليه السلام، فقد وهبه النبوة والكتاب، وأمر الجبال والطيور بترديد التسبيح معه، وجعل له الحديد لينا كالعجين ليصنع منه الدروع، وأمر الله سيدنا داود أن يتقن صنع الدروع لحماية المقاتلين من ويلات الحروب، وأن يعمل هو وقومه عملا نافعا صالحا. ثم تتحدث الآيات عما وهبه الله تعالى لسيدنا سليمان عليه السلام، حيث سخر الله له الريح وأذاب له النحاس، كما سخر له الجن ليعملوا تحت سيطرته، ومن يخالف منهم أوامره يذيقه الله من عذاب النار، وكانوا يعملون له ما يشاء من المعابد والقصور والتماثيل والقصاع والأواني. ولقد أمر الله داود وأهله أن يشكروه بالمداومة على الطاعة والعمل الصالح، فقليل من العباد من يداوم على شكر الله. نحل مع بعض التدريب الأول. السؤال الأول بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، مرادف ألن، طبعا هنا في الآية وألن له الحديد، كلمة ألن يعني سهلنا أو جعلناه لينا. بعد كده مفرد سابغات هتبقى كلمة سابغة، وجمع كلمة بصير هتكون بصراء. السؤال اللي بعده بيقول لي لماذا يحثنا الإسلام على العمل؟ طبعا هقول له هنا لتحقيق رسالة الإنسان على الأرض وتعميرها. السؤال الثاني بيقول لي وألنا له الحديد، وضح الجمال في التعبير السابق. هنا عندي حاجتين، الأولى تعبير بيدل على قدرة الله وعظمته وإكرامه لداود عليه السلام، وتاني حاجة تقديم كلمة له ليجار والمجرور يفيد التخصيص والتوكيد. السؤال الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هات من الآيات ما يدل على ذلك. هنا يبقى أنعمل سابغات وقدر في السرد، وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. التدريب الثاني، قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. السؤال الأول تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، مرادف كلمة غدوها ذهابها، مضاد كلمة أسلنا
كلمة أسلنا معناها جعلناه سائلا مثل الماء، يبقى عكسها جمدنا. آخر حاجة جمع كلمة السعير أكيد هتبقى كلمة السعر. سؤال ب: منح الله سليمان أعظم الهبات والعطايا، أذكر تلك الهبات، يعني المنح اللي منحها الله تعالى لسيدنا سليمان عليه السلام. ألف: سخر الله تعالى له الريح. اتنين: أذاب الله له النحاس حتى صار ينبع ذائبا كأنه عين الماء. تلاتة: سخر له الجن تعمل له ما يشاء مما يعجز عنه البشر من تماثيل، أي صور مجسمة، ومعابد وقصور وقصاع تشبه الأحواض وأواني ضخمة. سؤال جيم: اكتب الآية التي تالي الآية السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سؤال دال: ما قيمة العمل النافع للفرد والمجتمع؟ يبقى العمل النافع يحقق الكرامة والشرف للفرد ويرفع منزلته بين الناس. تاني حاجة للمجتمع: يرقى ويتقدم وينهض وينتشر فيه الأمن والأمان والرخاء. سؤال هيه بيقول: استخرج من الآية أسلوب شرط وبين غرضه. طبعا هنا: ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. طبعا هنا أسلوب الشرط متكون من من أداة شرط، يزغ فعل الشرط، نزقه فعل جواب الشرط. الغرض منه هنا طبعا التهديد والوعيد لإيه؟ للجن أو لمن يزغ منهم عن أمر سيدنا سليمان. تاني حاجة بيقول لي عايز إيجاز وبين نوعه وقيمته. الإيجاز هنا في كلمة غدوها شهر ورواحها شهر، طبعا إيجاز حذف كلمة مسيرة، أصلها غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر، وطبعا هنا يكون أثرها لإثارة العقل والذهن.